أنا مش عايزة أسمع منك ولا كلمة، أنا عايزاك تقعد بقى كده وتصحصح لي وتفوق لي على الآخر. عايزك تبقى مبسوط عشان عندي خبر حلو عايزة أقوله لك. خبر إيه اللي حلو؟ ساعة ما نزلت البلد الأخبار السوداء نزلت لف على راسي. إيه دي؟ أنت عارف؟ شكلك كده حلو قوي. انت الوحيده اللي محسساني اني لسه في الرجل. انت حياتي. بس ما كنتش لازم تدلع البلد. لا بقى كان لازم. لا بقول لك ايه بقى، مش عايزنا نعرف بعض. ازاي بقى؟ طب ده احنا عمرنا ما هنسيب بعض بعد كده. ايه مالك يا رضا؟ مش على بعضك. في حاجة عايزة أقولها. أنا حامل. حامل يعني كيف؟ مش فاهم. حامل يعني حامل، يعني بيبي بامبينو صغير، يعني واق، يعني مين هو يا حبيب ماما وبابا؟ حامل. قوليها تاني كده عشان انا مش فاهم. انا حامل منك يا حياتي. اه انت بتقول ايه يا بنت الرفض؟ انا قلت حاجه غلط؟ كل كلامك غلط. أنا قلت إن أنا حامل منك، إيه الغلط في كده؟ أيوه عشان كده دليتي على البلد، إيه؟ عشان تشوفيني، إيه؟ كنت فاكرك مش قادرة على بعادش. أنا بحبك يا عبد الحكيم، ومش عايزة حاجة غير إن أنا أفضل جنبك على طول. أنا كل اللي طالباه منك إنك تعترف بس باللي في بطني، وبعديها تسافر وتسيبني هنا في مصر، وقت ما تحب تيجي تعال، أنا هسيب كل حاجة عشان خاطرك. اه عشان كده لعبت عليها الملعوب يا بت. اه كانت لعبه، بس بعد ما عرفتك عرفت اني مش هعرف راجل تاني زيك. كان كل همي ان انا افضل جنبك، اعمل اي حاجه عشان افضل معاك على طول. انا اتعمدت ان انا ابقى حامل منك علشان محتاجه لك. انا عمري ما اي حد عاملني كويس، عمر ما حد حس بيا ولا حسسني ان انا بني ادم. انا عارفه اللي بيدور في دماغك كويس، بس انا بقول لك اهو، انا هفضل قاعده في الشقه دي عمري ما هخرج منها، بس بشرط تفضل قاعد معايا على طول، انا وانت وابنك. اهلا وسهلا. تشرب ايه؟ لا مفيش داعي، أنا جاي في كلمتين وماشي على طول. لازم تاخد واجبك. ماشي، إن كان ولا بد يبقى هو مظبوط. سيد! لو أبوي عارف إنك جاي كان ما طلع شيء. والله وأنا مش جاي في زيارة قوي بصراحة. سيد أؤمر جنابك. قهوة مظبوطة للباشا. حاضر. قول. الحاجة راحت فين أمال؟ أمي مالها؟ يعني كنت عايزها في كلمتين كده. كلمتين إيه لا مؤاخذة؟ أنت فاكر البت اللي كانت مختفية اللي اسمها دلال دي؟ هي دي الحدوتة. اسمع يا باشا، دلال دي أمي كانت بتعطف عليها وبتعطف على أي حد. أصل أبويا مصينا كلنا ومص أمي، أي حد يقف عند الباب ويطلب طلب ما نقولهوش لا وما نقفلش الباب في وشه. ربنا يزيد ويبارك. بس انا برضه كنت جاي عشان اعرف حاجه محدده. يا باشا هو انتوا مش لقيتوا جدتها؟ اه لقيناها، بس ايه يعني في ناس بيقولوا ان ست الحاجه كانت اخر واحده معاها عند الطاحونه. امي ما بتروحش ناحيه الطاحونه دي خالص خالص، والحاجات دي احنا ملناش دعوه بيها، واللي قال لك الكلام ده كذاب كذاب. دلال دي اخرها تيجي تاخد قرشين والسلام عليكم. تمام، حتى لو كان كذاب
برضو عايز اخد منك كلمتين. ما ينفعش، ما ينفعش، ومش هيحصل حضرتك. اسمع يا مروان، انا جاي بنفسي وعامل خاطر ليك وللحاج والحاجه، وما رضيتش ان انا اخلي الموضوع يكون رسمي. رسمي؟ رسمي كيف يعني؟ انا ما ينفعش اعرف ان الحاجه كانت مع دلال اخر مره عند الطاحونه اللي اتقتلت فيها وما حققش معاها. يمكن دلال اتقتلت وانت بتحجج بقتلها كمان، وانت شايف دلوك ان امي قتلت دلال اياك؟ انا ما قلتش كده. كلامك بيقول كده. اسمع يا مروان. اسمع انت ووزن كلامك. يعني انا كلامي مش موزون ولا ايه؟ شوف انت بتقول ايه بالاول. طب بص يا مروان، لاخر مره بقول لك ابعت حد الحاجه ياخد منك كلمتين، وزي ما قلت لك انا عامل خاطر ليك وللحاجه. تعبت نفسك يا باشا. الواضح كده البن اللي عندنا خلص. ماشي، بس بلغ الحاجة ان انا عملت الاصول وجيت بنفسي عشان اتكلم مع الحاجة وانت اللي رفضت. المصايب دي. اتفضل الشاي حضرة العمر. الله يخليك يا كريمة. ودخل عبد الحكيم هجم علينا وجر زينب من وسطنا كده اهو كأنها معزة، واحنا ستات غلابة قاعدين لوحدينا، مفيش راجل في وسطينا. أبو حكيم عمل كده؟ وأكتر من كده. قال ليه وليه؟ العمدة عثمان عايز يتجوز زينب، هو سمع كده والنار قادت في جتته. قال مين عثمان العمدة ده؟ أنا أناسب عثمان؟ عثمان ده يخش في عيلتنا وياخد واحدة من بناتنا؟ أنا عبد الحكيم أحط إيدي في إيد عثمان العمدة؟ ده لا يمكن أبداً. وحاجات كتير لا مؤاخذة ما أقدرش أقولها. حاجات زي إيه؟ يعني مش قادرة يا حضرة العمدة. لا أقدر يا كريمة اتكلمي، قالي إيه؟ لا مؤاخذة يعني. لا مؤاخذة؟ قال إن عثمان العمدة ده رجولته أي كلام كده، ونخوتك ضعيفة ولا بتصد ولا بترد، وما تسويش في سوق الرجالة فص توم. عم حكيم قال الكلام ده؟ يختي واكتر من كده. قال لك اللي هيهوب عند بيت عبد الحكيم هتخه بالنار، وانا عبد الحكيم بقى لا يهمني عمدة ولا مأمور، وخد البت وراح طايح. ماشي عم حكيم، يلا ان شاء الله تجيبوا كرش بعض. Ah!